سن الثنايا مسافتنا 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الانطلاق والمسار، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى، انطلاقة شوطنا الثالث من ضمن هذه الانطلاقات التي تأتي، انطلاقة شوطنا الأول للقعدان المحليات الأصايل لسن الثنايا. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من يسيطر بمقدمة الشوط، وينطلق مع المقدمة الخمري عيسى بن خادم بوعلام القبيسي، هو من يتصدر الجميع بهذا الانطلاق بالمقدمة بالمركز الأول. المركز الثاني أرم صيحان عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري، هو من يأتي في ثاني المراكز. النقل المباشرة مع المركز الثالث ورد دخول في هذا المسار، هنا من يأتي شاهين ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري مع المركز الثالث اللي هو شاهين، يغير مباشرة مع المركز الثاني. المركز الرابع وحان دوره رعد ياتي لسعيد بن محمد بن سعيد العامري، هو من ينطلق مع المركز الرابع. انتقل مباشرة مع المركز الخامس وأرد تقدم من مصدع لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، هو من ياتي مع المركز الخامس. الدور دور المركز السادس وارى شاهين لسالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري مع المركز السادس. وتبارك الله على هذا الاداء المميز، وصول من عرقان احمد بن محمد بن غنام الهاملي مع المركز الثالث، ولكن بغادر مع مقدمة الشوط مع المركز الاول. مصدع مشاهدينا الكرام اهالي الوثبة هنا، مشاهدينا الكرام او طيار الوثبة، مشكور يا الحبسي، مشكور يا ابو علي على هذا الاداء المميز مشاهدي الكرام الذي قدم مصدع عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. واسعد الله صباحك وطار بالناموس طيار الوثبة في هذا الصباح المميز. تهانينا والناموس لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. المركز الثاني مصيحان عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري، المركز الثالث عرقان احمد بن محمد بن غنام الهاملي، المركز الرابع وصل ظبيان محمد بن سهيل بن حطم العامري. خامس المراكز اتى شاهين سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري. هكذا كان التحدي، هكذا كانت المتعة والإثارة في شوطنا الأول الذي لا أقل أهمية، الذي خصص للقعدان الثنايا المحليات الأصايل لأبناء القبائل. واستطاع مصدع لطيار الوثبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، صباحك جميل، صباحك ورد، صباحك مميز على هذا الفوز والانتصار. مسافتنا 6 كيلومتر، قطع المسافة 10 دقائق ثانيتين جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، واسعد الله صباحك يا ابو عبد الله على هذا الفوز والانتصار. 10 دقائق 3 ثواني وفاء وتماما اللي هو عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري اللي مصيحان وصل في ثاني المراكز. المركز الثالث من اتى مشاهدي الكرام اللي هو عرقان احمد بن محمد بن غنام الهاملي، قطع المسافه في زمن وقدر 10 دقائق 5 ثواني جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام عرقان احمد بن محمد بن غنام الهاملي. هنينا والناموس.